العاشر من ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحتفل به الشعوب من كل عام. ففي هذا اليوم من العام 1950 أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي من شأنه حماية الإنسان، فيما تشهد اليمن أكبر نكسة في تاريخها على مستوى الحقوق والحريات. فمنذ انقلاب الميليشيا على الدولة، وملف حقوق الإنسان في اليمن يعد من أعقد الملفات الشائكة التي تمضي بالتجاور مع مسار الحرب. ترتكب الميليشيا مجازر بشعة وتمارس كل صنوف التنكيل والنهب والقتل الممنهج والتعذيب وتدمير المنازل وصولا لتدمير المدن، جرائم لم تتوقف ولم يتوقف معها نزيف الدم اليمني، ولم يتوقف عداد الضحايا من اليمنيين. وفيما يستدعي العالم مفردات الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة على أسس الحرية والعدل والسلام في العالم، يسعى اليمنيون لانتزاع بيان إدانة واستنكار من منظمة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية بحق أبناء الشعب. وفي المقابل تستند المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة لممثلين ومندوبين لها في اليمن ينتمون للميليشيا ويقدمون الصورة مشوهة كما تقول الكثير من الشواهد. وليس ببعيد عن ذلك ما كشفته وسائل الإعلام عن وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة تخاطب فيها أحد القيادات الحوثية بصفته قائما بأعمال وزير خارجية الإنقلاب، وتستقي معلوماتها منه في تقاريرها. يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، هكذا تنص العبارة العالمية التي انطلقت من قاعدة الناس سواسية كأسنان المشط. غير أن هذه المروية تفقد معناها والبلاد تشهد تجريفا حادا للحقوق والحريات وفصلا عنصريا في الخطاب والممارسة. يتذكر اليمنيون جيدا كيف اجتاحت الميليشيا مؤسسات الدولة لتمارس بعدها أسوأ عملية انتقامية بحقهم، جرائم تغيب معها كل تلك المفردات الحالمة بالعدالة أمام واقع اليمني المؤلم وهو يواجه مشهدا مأساويا متكررا. اتهامات للموقف الحقوقي للمنظمات الدولية تجاه القضايا الإنسانية باعتباره يخضع لأبعاد سياسية، وهو ما يكرس الاحتجاج المتعالي للدور الهشي والهامشي للأمم المتحدة لتعاطيها مع الملفات الإنسانية.